تم تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى و 334 عملية زرع خلايا جذعية خلال سنة 2021. دونك 223 غريف رينال و 334 aussi dans les greffes de cellules souches. رغم توقف أنشطة الطبية الجراحية بسبب جائحة malgré la forte fort dommage que nous avons eu à subir pendant deux ans